المعيار السطح، عايز فلفل اخضر خد، عايز شطه حمراء خد، براحتك ما شاء الله لا قوه الا بالله. بص بص يا سيدي ما شاء الله، شوف الفلفل، قرن الفلفل عامل ازاي يا جماعه. شجر الفلفل ده للي متابع القناه يا جماعه، شجر الفلفل ده عمره 3 سنين، 3 سنين بيطرح كده زي ما حضرتك شايف، زي ما حضرتك شايف ما شاء الله لا قوه الا بالله. تعال نشوف الجرجير. تمام، خد ليك لبيتك وانت نازل، خد لك ربطه فجل، تعشى بيها، افطر بيها بألفانة وشفة. هتمنى ان حضرتك تكون بتشجع معانا على زراعه الخضروات والفواكه مع قناتنا ارضنا على سطحنا، هتشوف كل حاجه جديده، كل استثمار لكل سنتي عندك على السطح. ما شاء الله الليمون ده جاي قد ايه؟ على فكره في ثمار في بتاعته ما بتبقاش كبيره قوي بس ناضجه عادي يعني، الحجم ده رائع. هات يا جيد، بص حضرتك الليمون اهوت عندنا ما تشيلهاش يا جوجو، استنى يا جيد، استنى يا بابا ما تشيلهاش، ماشي سيبها هنا، استنى يا جماعه لسه ما عندك. تقدر تجمع ايه من على السطح عندك وانت زارع على سطح زي ده كده، وما شاء الله لا قوه الا بالله، تنزل في البيت بتاعك لبيتك بخير. ايه عامل ازاي؟ تعالى جمعنا حبه ليمون من ده واوري لك جمعناه ما شاء الله، الصغير سايبينه اهوت في الشجر بسرعه كده، زي دي كده صغيره عندك على السطح في برميل صغير، ومستغله من تحت وزارع فيه كزبره وبقدونس، وجرى فيه بصل اخضر كمان في برميل صغير خالص 40 لتر. تقدر تاخد حبه ليمون قد ايه؟ صلي على الحبيب كده يا سيدي وتعالى هنجمع في الصينيه دي كده وتشوف لحضرتك انت ممكن تنزل من السطح بتاعك بحبه ليمون قد ايه؟ الليمون ده يا جماعه ما بيصفرش زي بتاعنا بالشكل الكبير اللي احنا بنشوفه، هو كده نضج على الاخر وما شاء الله هو غزير في الميه. ممكن افتح لحضراتكم واحده دلوقتي تشوفوها. بصوا يا جماعه الليمون ده ما شاء الله من على السطح، طبعا احنا زارعين في البرميل ده من تحت بقدونس وبصل اخضر. نرجع للليمون بتاعنا، هوري حضراتكم بس في عجاله تقدر تزرع او تحصد ليمون قد ايه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، حضرتك شايف احنا بنقطف مع بعض اهوت الليمون عشان هنشوف هنوصل لكميه ليمون، هل فعلا الكلام اللي احنا قلناه الكلام ده الليمون ده كده صحيح زي ما احنا بنزرع وبقول لك ازرع ليمون، هل الكلام ده يستاهل ان انا ازرع الليمون ده وهيديني عائد؟ اهو احنا ما شاء الله لا قوه الا بالله. والليمون ده يا جماعه ليمون بقى انا ما اقدرش احكي لك على جماله. طبعا الميزه في الليمون اللي مزروع ده ان هو اسمه ليمون شهري، يعني كل شهر عندك نوار جديد وعندك ثمار جديده. بص ده قارب على السفارة اهو، شايف حضرتك ليمون قد ايه؟ احنا لسه بنجمع في شجره واحده بس زي ما انت شايف، وفي ليمون لسه صغير كتير اهو ولسه مش هنجمعه دلوقتي، احنا ناخد اللي نضج بس. الميزه في الشجره دي زي ما انا قلت ان بيبقى فيها نوار، فيها طرح صغير، فيها طرح مستوي، يعني انت طول السنه عندك ليمون، طول السنه وطول كل شهر عندك ليمون جديد، حتى لما الليمون بيغلى خالص حضرتك بتلاقي ايه؟ جيداء بنتنا معايا على السطح بتجمع الليمون، ما شاء الله الليمون طعمه عامل ايه يا جوج؟ حلو. شوفوا يا جماعه الليمون، احنا بصوا لسه ما جمعناش حاجه خالص، زي ما انت شايف في انتاج تاني للليمون اهو، ما شاء الله. ما شاء الله حضرتك شايف معايا كمية الليمون اللي بنجمعها من على السطح زي ما انت شايف زراعتنا على السطح في قناتنا ارضنا على سطحنا احمد وحشيش. حسبي يا جيد، حسبي يا جيد، هتوقعي جيد، عايز اشيل الصينية. استنى يا جوشو، ابا استنى وقع منك اهوت يا جماعة، جيداء بس بتساعدنا بس هتوقع هنا. بص يا جوجو استنى ما تسيبيه، بس هنحطه هنا اما نجمع وبعدين نبقى نعمله، ماشي يا جوجو؟ سيبيه كده مكانه، سيبيها جيد، اوعى كده ما نحطه هنا عشان ما يقعش، اوعى. طبعا هي عايزه بتشارك، استنى يا جوجو نكمل جمع يا جماعه، ما تشيلهاش، استنى يا جيد اسمع الكلام، اسمع الكلام. هي بتحب تجمع، شوفوا يا جماعه الليمون ده، تعالى يا حبيبي بصوا الليمون ده، ان شاء الله حضرتك في فيديو اوري لك انت زرعنا الليمون ده ازاي والطريقه بتاعته عامله ازاي في الزراعه. بصوا ما شاء الله ما شاء الله الليمون ده جاي قد ايه؟ على فكره في ثمار في بتاعته ما بتبقاش كبيره قوي بس ناضجه عادي يعني، الحجم ده رائع. هات يا جيد، بص حضرتك الليمون اهوت عندنا ما تشيلهاش يا جوجو، استنى يا جيد، استنى يا بابا ما تشيلهاش، ماشي سيبها هنا، استنى يا جماعه لسه ما عندنا الليمون كمان، وصل لسه صغير كمان جاي اهو في الطريق اهو ما شاء الله، والليمون كتير في الشجره. انت بتجمع اللي انت عايزه، دي ميزه كبيره ليك، تاخد كل الليمون اللي يكفيك وسيب الباقي يكبر براحته عندك على السطح، هتلاقي عندك انتاج على طول ما شاء الله لا قوه الا بالله، كويس جدا.
تقدر يعني تجمع كمية ليمون اللي انت عايزها، اللي تكفيك خده والباقي سيبه يستوي براحته. شايف؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني ما شاء الله يشجع على الزراعة بشكل كويس جدا جدا جدا. وجايدة مصممة تشيل صينية الليمون. استني يا جوجو، استني يا جوجو، بس بس هتوقعيها. سيبيها سيبيها يا حبيبي. جمعنا الليمون ما شاء الله لا قوة الا بالله، ده ليمون. والفلفل ده جبناه منين؟ ما جبناهوش من تحت ولا اشتريناه. شايف؟ هقول لك بس جبنا الفلفل ده منين؟ الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر، ده الليمون اهو ما شاء الله اللي احنا جمعناه من على السطح عندنا، زي ما حضرتك هتشوفه في فيديو تفصيلي للجمع ده. ده الفلفل بتاعنا الاحمر الجميل، ده الفلفل بتاعنا الاحمر الجميل. شايفين يا جماعه؟ دي الشطه، الشطه الاسواني الجميله الرائعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهي هنجمعها وننزلها لبيتنا، نكمل الحصاد بتاعنا زي ما حضرتك بتشوف كده. الخير بتاعنا اللي بننزل من عليها على السطح. عايز فلفل اخضر خد، عايز شطه حمراء خد براحتك، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بص بص يا سيدي ما شاء الله، شوف الفلفل، قرن الفلفل عامل ازاي يا جماعه. شجر الفلفل ده للي متابع القناه يا جماعه، شجر الفلفل ده عمره 3 سنين بيطرح كده زي ما حضرتك شايف، زي ما حضرتك شايف ما شاء الله لا قوه الا بالله. تعال نشوف ما شاء الله، شوف الحمار بتاع الفلفل غير اي فلفل انت تشوفه. مش ده الفلفل اللي انت بتاكله من اي واحد زارع اهو. عايزين اخضر، عايزين فلفل اخضر ما شاء الله. شايف لون الفلفل حتى عامل ازاي؟ ولا استخدام لاي ماده كيميائيه تماما تماما. عايزين نسيبه احمر، هنسيبه احمر. الاخضر معانا اخضر، تمام ان شاء الله لا قوه الا بالله. اتمنى ان تكون حضرتك مستمتع بالحصاد ده زي ما احنا بنعمل مع بعض كل مره في حصادنا، عشان اشجعك على زراعه السطح. زي ما انت شايف ما شاء الله ما شاء الله، فلفل اللي استوى. الحاجه بتقول هات لنا الفلفل اللي استوى كلياته حتى لو مش اخضر خالص. طبعا العين اللي اتقطع ده مفيش مشكله فيه ما شاء الله. عندنا كميه جميله ورائعه من حصاد السطح للفلفل وغيره. هوريكم كمان نبات دلوقتي هتشوفه كمان هيبقى جميل، تمام. شفت يا سيدي ما شاء الله لا قوه الا بالله. تعالى معايا. طب شايف الجمال ده؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايف الجمال ده؟ ده حبه فجل كده في بيتين اهمت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والجرجير اهو، جرجير لسه صغير. تعالى اقول لك بقى، نقي حبه فجل زي ده كده لبيتك. خد التقيله او خد الكبيره وسيب الباقي كمل، يعني مش لازم تقلعه كلاته. طبعا الفجل انتوا عارفين حضراتكم ان هو بيتقلع مش بيتحش زي الجرجير، تمام. خد ليك لبيتك وانت نازل، خد لك ربطة فجل تعشى بيها، افطر بيها بألفانة وشفا. هتمنى ان حضرتك تكون بتشجع معانا على زراعة الخضروات والفواكه مع قناتنا أرضنا على سطحنا. هتشوف كل حاجة جديدة، كل استثمار لكل سنتي عندك على السطح. شايفين؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. كل ما شاء الله خير اللي احنا شايفينه ده من زراعتنا على السطح. عندنا البصل اهوت، عندنا الفول زرعناه، عندنا نباتات كتير بنحصدها. هنكمل الحصاد عشان ما اطولش على حضراتكم. اتمنى ان تكون حضراتكم اتشجعتم. العود اللي استوى ده يا جماعه اهو تاني، بص شوف العود اللي استوى ده خده. طب العود اللي لسه رقيق سيبه يكمل. الفجل اللي ما فيش مشكله فيه، اللي لسه صغير تسيبه يكمل، تمام تمام. يلا الحمد لله بارك الله فيما رزق. شايفين حضراتكم الخير؟ شايفين حضراتكم الخير ما شاء الله لا قوه الا بالله. التقى حضراتكم في فيديو جديد عما قريب، وكون حضراتكم شجعتوا على زراعه بتاع الاسطح وزرعته زينا كده. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو اعملوا بلايك واشتركوا معانا في القناه، تشوفوا كل جديد ومفيد في قناتي ارضنا على سطحنا.